كان اللقاء الأول مع الشهيد قاسم سليماني بعد أن تسلمت وزارة الخارجية في 2006، وذهبت إلى عدة دول ومن بينها كانت إيران. وكان لقاء وزير الخارجية ثم مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وكان آخرهم قبل سفري مع السيد قاسم سليماني. كانت الزيارة مع الرئيس محمود نجاد زيارة إيجابية، طلبنا فيه مجموعة من المطالب وحالني إلى السيد قاسم سليماني. في اللقاء ذكرنا له أن المشكلة الأساسية عندنا هي في رواتب الموظفين وحالات الاجتماعية والمساعدات التي يجب أن تقدم للجمهور في وقت فرضت علينا فيه الحصار بعد نجاحنا في الانتخابات. وكانت النتيجة أن القرار كان فوري، وكنت على موعد في اليوم الثاني للسفر في الطائرة، فوجدت 22 مليون دولار في حقائب موجودة في المطار. كان الاتفاق على مبلغ أكثر من ذلك، ولكن كنا 9 أشخاص لا نستطيع أن نحمل أكثر من ذلك. كانت كل شنطة فيها 40 كيلو،